العزيز الغالي الشيخ أحمد تكلم عن المدربين وقال لماذا حلاوتهم في المنافسة؟ المنافسة على حساب أموال الخليج، المنافسة على حساب أموالنا وأقوتنا، منافسة على ماذا؟ برازيلي ينافس على خيرنا ونتنافس نحن نقتتل من أجل هذا؟ أعتقد يسمح لي الشيخ أحمد أن أقول له عذرا، فلا أحد يريد أن يجعل المال العربي يروح ضحية لمدرب برازيلي. أحمد، إذا يسمح لي صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن أن أعمل هنا مداخلة. الشيخ أحمد الفهر تطرق إلى موضوع المدرب الأجنبي، وهو باعتقادي موضوع مهم، وفعلا يجب أن تترك المنافسة. ولكن أقول أن التاريخ يؤكد أيضا بأن هذه المنافسة موجودة وكانت موجودة في الأندية. وأول نادي خليجي تخطى 15,000 دولار في دفعه إلى المرتب هو نادي النصر السعودي، عندما دفع إلى زقالو عام 1983 مبلغ 15,000 دولار للتعاقد معه لزقالو، ومن ثم انتقل زقالو من نادي النصر إلى المنتخب السعودي. بس اسمح لي، إذن الحرية مفروضة لكل نادي. أول حاجة أنا أهنئ جدا في ذاكرتك، وأنت تحاول تأكدنا في الأيام والأشهر ومارس سبتمبر، أنا لا يعنيني هذا. لاحظت؟ لا، أنا لا يعنيني إلا وقائع وحقيقة تكلم عنها وتاريخ واستراتيجية أنطلق منها. لا يعنيني في 25 سبتمبر وصل فلان أو 31 وصل فلان، أنا لا يعنيني. لاحظت؟ لا، بهذه الذاكرة. لاحظت؟ لا. ولو سمحت لا تعترض عندما أنتهي من حديثي.